ضمن احتفالات المحافظة بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، دشن محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم العمل بمشروع سفلتة طريق جعار الحسن باتيس بتكلفة بلغت 247 مليون ريال. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير الذي عده الزميل ردفان عمر. ضمن الفعاليات والأنشطة المتعددة في مختلف القطاعات وفي إطار احتفالات بلادنا الجمهورية اليمنية بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر أكتوبر نوفمبر، دشن محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم العمل بمشروع سفلتة طريق جعار الحصن باتيس بطول 14 كيلومتر بتمويل من صندوق صيانة الطرق بتكلفة إجمالية بلغت 247 مليون ريال. ويعد هذا المشروع استكمالا للمرحلة الأولى، وبدأ العمل فيه بوتيرة عالية وفقا لخطة معدة، والانتهاء من العمل فيه خلال 4 أشهر وفقا للاتفاقية الموقع عليها بين قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين ووزارة الأشغال العامة وقيادة صندوق صيانة الطرق. وفي نفس الصدد وفي ظل أعيادنا الوطنية، تفقد الأخ المحافظ مشروع رصف جوانب الطريق والجزر الممتد من جولة شقرة إلى نقطة دغلان الذي ينفذه مشروع الأشغال العامة بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهو عبارة عن رصف البردورات والجزر في جوانب ووسط الطريق الممتد بطول 2800 متر. كما وقام الأخ المحافظ بجولة استطلاعية عامة لشوارع العاصمة زنجبار، تفقد خلالها الأحياء والأزقة في العاصمة وتفقد أحوال المواطنين وسط ارتياح تام من قبل المواطنين تجاه جهود الأخ المحافظ أبو بكر حسين سالم. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر، محافظة أبين.